السلام عليكم ورحمة الله. أزور في الأول، كنت تكلمت في تسجيل سابق على عودة جنرال جبار اللي كان دخل السجن بتهمة الثراء الفاحش والغير شرعي، واليوم عاود راهو رجع وراهو متبوأ منصب حساس وكأنه شيء لم يكن. يعني شو هذا ديليكون؟ سيت ان ديليكون هذا جبار، معناها سيت ان ديليكون، هذا متسكع، واحد اللي يسرق ويدخل الحبس تسمى ديليكون، متسكع. متسكع تعطي له منصب مسؤولية في جهاز المخابرات. تسرق إلا في الجزائر، وإذا ما دخلش الحبس على البوليتيك، دخل الحبس على السرقة. سرق، نهب، هاو اليوم رجع. واحد آخر راح يرجع ثاني اللي هو جنرال حسن، حسنيت عرب، اللي ضرب 5 سنين حبس، وبعد ما خرج 3 شهور من بعد يعيطوا له يقولوا روح دير الطعن. يروح يدير الطعن يسيب روحه براءة، أما لا يعوض له 5 سنين. هما الحكاية ماهيش قضية تعويض على 5 سنين، لا لا، الحكاية أنه راح يزيدوا يجيبوه، لأن هذه عصابة إجرامية، مش يجيك تم من نزار وتوفيق وشنقريحة. مجرمين، قتلوا الناس، قتلوا الناس. كان يقتل بيده كما نزار مرته يمات ولاده وقتلها. شنقريحة راجل مواطن مسكين خاطئ ما عنده حتى علاقة بيه، حط له حبة في راسه في باليسترا 12 تاع الليل. هاي موثقة في كتاب الحرب القذرة تاع سويدية. حتى وين تروح يعني باش تخرط على الناس ولا لا؟ حنا نتكلموا بالواقع. جنرال حسن ايتو عرب هو ثاني مجرم. هذا كان في كتيبة الموت تاع ديراس، ديراس كانوا دايرة، كان دايرين كتيبة اسمها كتيبة الموت، فرقة بليتو، عفوا فرقة الموت. فرقة الموت هاي اللي تشوفوها على الصورة كان تبع للسي بي ام اي، المركز العسكري للتحريات تاع بن عكنون، اللي كان تحت قيادة جنرال بشير طرطاق. كان ذاك الوقت بشير طرطاق ليوتنون كولونيل. هذا حسن عرابي كان برتبة رائد ذاك الوقت، حاول تشوفوها على الصورة مليح، قاعد فرطاس هذا حاكم لي استفيدو، هذا هو حسن عرابي، باش الناس تعرف الفاتشة ديالو كيفاش داير هدايا. سمعت كي تشوفو في الطريق اللي قدر حاشاكم يبزقلو على وجهه، مجرم قتال. ألور بون، المذنوب اللي دار قد ما قتل، إبا السيد جابها له ربي، دخل الحبس، دخل الحبس على الماش، يعني شراها له القايد صالح، لأنه كان عمل أونكات على ولاد القايد صالح، وصاب لولاد القايد صالح كانوا عاملين شركات وهمية في الخارج، برأس مال ما عنده حتى قيمة، عملوا صفقات تجارية مع وزارة الدفاع الوطني، مع جيني سيفيل، سمعت تاع بناء وتاع كذا وكامل، ويفاكتوريو الدراهم تخرج للخارج. لما دار هو هاد التحريات هذه وفاق القايد صالح، حبسوا الحكاية وجبدوا له حكاية تاع تيكنتوري، بان تيكنتوري جبدوا له حكاية انه صابوا عنده سلاح وذخيرة في دارو، بعد دروع في سخرة. المهم هو وسبعة ضباط راحوا معاه، خلي ضباط حاكموهم، أعطوهم السجن بدون تنفيذ غير منفذ، وخرجوهم من الجيش، ظلموهم ظلما. وهو قام يتسمى هذا غلام تاع توفيق، ريال صالح كان في صراع مع توفيق، باش يضرب توفيق يدخل هذا بالحبس.
اول مره توفيق يخرج على الصمت ديالو، الصمت الرهيب كان دائما ساكت توفيق، تكلم ودار بريه باش يدافع على حسن العربي، ولكن ما سمعولوش طبعا. راح ضرب الخمسين دار، كانوا من بعد زاد لحقوا توفيق الحبس، توفيق زاد لحقوا الحبس، وربي جا جاب له، دخل ظلما، ولكن هكذا اللي يظلم يتظلم، يجابها له ربي. توفيق دخل ظلما ثاني، قال له انت انقلاب الحكم وكذا مسخر، ولكن قد كما هو ظلم جابوا له اللي ظلموا. هكذا ربي سبحانه يخرج لك في الدنيا قبل الاخره، هكذا. دونك هذا حسن عرابي ضرب الخمس سنين، خرج دار الطعن وكذا، وذكره من المنتظر انه يعاودوا يدخلوا في السيركوي، لانه محتاجين الى مجرمين زعما لمحاربه الارهاب. 30 سنه من الحرام ما قدروش يغلبوا الارهاب، يحبسوا الارهاب، درك رايحين يحبسوه وبلا ما يكيد، يروح يخرف. ربي يقدر البلاد، ربي يقدر الخير بلادنا ويبعد عليها بلاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.